مساء الخير متابعينا الأعزاء، أنا هاي دانيال من أرارات للسياحة. بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية أود أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل متابعينا وأصدقائنا الأعزاء، وندعو الله أن يكون عام 2020 عام تحقيق الأماني والنجاحات وعام يعم السلم في العالم أجمع. ابقوا معنا لنتابع التقرير الذي هيئناه لكم اليوم. وان كنت اول مرة تزور قناتنا ادعوك لان تنظروا اسفل الشاشة، ستجد زر مكتوب عليه باللغة الانجليزية سبسكرايب، وإن كانت نسخة اليوتيوب لديك باللغة العربية سيكون مكتوب اشتراك. أدعوك لأن تضغط كلمة سبسكرايب أو اشتراك لتكون أحد أصدقاء قناة أرارات للسياحة، ولا تنسى أن تفعل زر الجرس ليصلك إشعار حال نشرنا لتقرير جديد. كل تقاريرنا باللغة العربية تتحدث عن السياحة في أرمينيا. مساء الخير أصدقائنا ومتابعين أرارات للسياحة الأعزاء من أرمينيا. من أرمينيا أي منطقة في أرمينيا؟ أرمينيا كبيرة، تحديدا نحن في منتجع جيرموك. وصلنا منتجع جيرموك اليوم بعد أن قضينا ليلة في منتجع داتيف وزرنا أطول تلفريك في العالم. اليوم وغدا سنقضي يومان ساحران وأيام أسطورية في منتجع جيرم. حبيت أنقل لكم بعض المشاهد حسب المستطاع حسب المنطقة، راح أتجول مشي أنقل لكم لقطات في منتجع جيرموك في هذا اليوم. درجة الحرارة الآن في جيرموك 4 تحت الصفر ناقص 4. أريد أقول لكم إذا تجينا استفسارات أسئلة واتصالات كثيرة يسألون عن موعد تساقط الثلوج، كأنما هايك دانيال هو اللي يحدد توقيتات تساقط الثلوج. فأقول لكم سوري، آسف، أنا ما أعرف شو وقت تساقط الثلوج، لكن الثلوج متساقطة في الجبال فوق الجبال وموجودة في المنتجعات السياحية، لكن مو بالكثرة اللي كانت تتساقط في السنوات السابقة. على سبيل المثال منتجع صاخ كاسور الحد الآن المتزلجين ما يقدرون يتزلجون لأن الثلوج قليلة. أوكي؟ الآن في جيرموك، نحن جيرموك أيضا موجودة فيها الثلوج، متساقطة الثلوج، لكن مو بهذيك الكثرة. مرتقب أو المتوقع خلال يومين ثلاثة راح تتساقط الثلوج. المهم إحنا نريد نقضي لنا يوم يومين في هذا المنتجع ونفلت نطلع منها قبل ما تتساقط الثلوج وننحصر هنا. هسه احنا امام فندق جراند ريسورت في منتجع جيرمو، وهذه الاستحضارات، هذه شجرة الميلاد حاطيها امام مدخل الفندق. الفندق اللي سنقضي فيه ليلتان اليوم وغدا، مكان هادئ وجميل جدا. معظم سواحنا اللي احنا اصطحبناهم زاروها، وخصوصا العوائل اللي كان يجون يقضوا لهم اسبوع 10 ايام في ارمينيا اصطحبناهم وسكننا في هذا الفندق. هذا فندق جراند ريسورت. اللي ما يعرف فندق جراند ريسورت يقدر يدخل على اليوتيوب يكتب جولة في اروقة فندق جراند ريسورت. صورت فيديو بالتفصيل، تجولنا في كافة مرافق هذا الفندق، تقدرون تتعرفون عليه. فندق رائع نظيف 5 نجوم، خدماته جيدة جدا وأسعار مناسبة. تشوفون أعتقد يبين الثلوج، هذا الثلوج طبعا صاير جليد.
عندما تتساقط الثلوج هذه الأشجار تتحول إلى اللون الأبيض، لون رائع عن جد، لون رائع. الجانب الآخر من الفندق، خلي ندير الكاميرا، نزلاء موجودين لكن بصراحة مو هذيك الكثرة. معظم السواح ينتظرون تساقط الثلوج حتى يحضرون تساقط الثلوج. أحاول أن أنتقل إلى مكان آخر، اللي يحب خليه يبقى يتابعنا. إن كنت ترغب أن تعلم كيف ستقضي أيامك في أرمينيا مع أرارات للسياحة، تابع هذا الفيديو. وإن كنت ترغب أن تتعرف أكثر على منتجع جرموك، اضغط هذا الرابط. ولكي تشترك في قناة أرارات للسياحة، اضغط هذا الرابط. ولتجد المزيد من تقاريرنا على اليوتيوب، بإمكانك أن تضغط هذه الدائرة البيضاء، ستجد المزيد من الفيديوهات الذي ننصحك أن تشاهده. كان معكم هايك دانيال، نلتقيكم في تقرير آخر، وإلى اللقاء.